المشكل ديالي انا جيت في جانفي مقطع الروتور، جيت بالاليو مقطع الروتور. المشكل وهو دابا كنا جايه باليو روتور ومقطعه انكور ديال لو 6 جوسكا سبتمبر، مقطع اليو روتور واحد اخر ثاني. يعني ما حصلت على الروتور ديالي ديال موات افريل، ما حصلت على ديال شهر 6 يعني ورجع في شهر 10 ما حصلت على، وكان بيه راني حاصه هنا وباقا هنا وما كاينش الحلول. شاك فوا كيبدلوا لينا لي بي باقي ما عرفناش الحل ما عرفناهش مازال، كل شهر كل مره كيزيدوني شهر هاني باقا. المشكل ديالنا هو البي ديال الطياره، جينا هنا ياك حنا كنتسناو شنو هو الحل مع هاد الناس، واش غادي نمشي واش ما غادي نمشي. مازال ما دخل المراد ديالي راه هي ليها، مازال ما دخلناش من تسعود وحنا كنتسناو، حنا باقي ما عرفنا والو. الناس مقطعين هادو كلهم، الناس ديال الجاليه ماشي كاع ديال اللي باغيين يمشيو كونجي ولا زيارات، هادو الناس الجاليه اللي عايشين برا وجاو حصلوا هنا بحالي هنا باغيين يدبروا على راسهم باش يمشيو بحالهم لوليداتهم ولا لديورهم ولا ما كاين والو. ملي كتجي لهنا راه ثلاث ايام وحنا كنجيو لهنا ما كاينش معاه من تهضر، كاين العساه والمخازنيه اللي واقفين هنا كيقول لك انا ما عرف بالي ما يتعاود. كتدخل داخل، دخلنا نهار واحد اربعه ولا خمسه سوايع كنتسناهم، ملي دخلت عطاوني قال لي خلي النمره ديالك دابا نعيطوا لك. هي ثلاث ايام ما كاين لا تعيط لا. في افريل هذه اربع شهور تقريبا دابا ولا ثلاث شهور ونص، وقلنا دابا العام قلنا معليش كورونا راه مفروض العالم كله في نفس المشكل، لكن دابا ملي قالوا حلوا يحلوا فغيمون يحلوا بصح، ماشي يحلوا شويه ويخليو كيقطروا لعباد الله. بحال اللي بنادم عطشان حط لي روبيني كيقطر ليه فمو بشويه، هي هادي مالي يحلو يحلو الحدود مع اسبانيا هي الاولى ويحلو لعباد الله ويديروا الطيارات داك الساعه ما كاين. كنطلبوا من الناس المسؤولين ينظموا يديروا النظام ويفكروا، راه مخلصين على هاد الشيء. خصي النظام ماشي واحد يبرك في دارو، خصي النظام ويجيبوا يشوفوا المواطنين كيفاش دايرين. كنطالبوا يحلوا لنا كاع لي زاجونس يحلوا لنا الانترنت نديروا ريزرفاسيون لراسنا نخلصوا ماشي مشكل، ما عندي غرض الروتور الاخر الله يسامح نقدر يعوضوه ليا من بعد. يفتحوا لنا الانترنت يفتحوا لنا لي زاجونس دو فواياج ويعطيو الخدمه كاع لي زاجونس بريفي، انتي يخليو عباد الله للبزنس يمشي كما عادي كما ديما، ماشي يجي كلشي خصو يمشي لهاد لاجونس هادي ديال الجيش الملكي اللي هنا. المغرب كله خصو يتجمع هنا باش يمكن لهم يقطعوا ولا لا اله الا الله وصافي.